السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم جوج الحليوات اللي كنت وعدتكم بهم في الفيديوهات السابقه اللي كانوا في فيديو او فلوغ في الباديه. غادي نحاول نشارك معكم الحليوات اللي معروفين في المنطقه بكثره، يعني من بكري من زمان. اول حليوه غنشاركها معكم هو الكعك بلدي بطريقه اللي هي بسيطه وكيتحضر بسرعه بمكونات اللي هي بسيطه بزاف، وكيجي في المذاق ديالو زويون. وكذلك غادي نشارك معكم الحليوه الثانيه اللي معروفه باسم الباستا. بالنسبه لهذه الحليوه هذه كانت مشهوره من زمان، يعني فاش كيكونوا عندهم هكا مناسبات او حفله ولا شي حاجه ضروري هذه الحليوه تحضر، يعني اللي ما دارهاش راه ما دارش شي حاجه مزيانه بالنسبه للحلوه. بحال قلتوا دابا الحلويات ديال دابا ديال الشوكولات، حلويات البريستيج بحال داك الشكل البنات. المهم كيجيو ساهلين في التحضير ديالهم، مكوناتهم بساطين بزاف، والاهم انهم كيجيو بنان بنان بزاف. حتى علاش تعمدت انني نشاركهم معكم، ونتمنى يعجبوكم وبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير ديالهم. فرجه ممتعه. بالنسبه لمكونات الكعك غادي نشاركهم معكم وانا كنوضعهم مباشره. اول حاجه كنحتاج 4 الكيسان ديال السكر سنيده بالكاس ديال العنبه، من بعد كنضيف على السكر سنيده 4 الكيسان ديال الزيت النباتيه بنفس الكاس ديال العنبه، وكنضيف على الزيت 2 معالق كبار ديال البسباس هكا صاين، معالق اللي هما كبار، زلافه ديال الزنجلان مطحونه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، واحد رشيشه ديال الملحه تقريبا واحد 4 معلقة كصغيره، معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه مزيان. وكنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. من بعد ما خلطتهم مزيان كنضيف الماء 4 الكيسان ديال الماء بنفس الكاس باش خديت السكر والزيت، يعني الكاس ديال العنبه. من بعد ما وضعت 4 الكيسان ديال الماء، يعني هاد الكعك ما كيدار لا بحليب ولا بيض، هادو هما المكونات ديالو. وكنخلط مزيان حتى كيتخلط ليا داك الماء مع المكونات اللي وضعت من قبل. من بعد ما خلطت الماء مع المكونات كامله كنضيف الدقيق اللي سبق ليا وغلبلته مزيان، وكنضيف 4 صاشيه ديال خميره الحلويات، في كل صاشي 8 غرام. انا كنوضعهم هنا بالمعلقه كيف ما كتشوفوا معايا، لان عند ماما كتشريها بالباكيه كتكون في الباكيه تقريبا واحد كيلو هكاك، يعني كل معلقه صغيره ب 8 ديال الغرام. من بعد كنخلط المكونات الدقيق مع الخميره مع الخليط ديالي حتى كتجمع لي العجينه، وانا كنضيف بشويه بشويه الدقيق اللي سبق لي وغربلته. هنا الدقيق وزنا 2 كيلو ديال الدقيق نيشان، لان كميه تبارك الله راه كثيره. المهم بالنسبه لكم نتوما ممكن انكم ديروا غير نصف الكميه، ما تمشوش تحضروا هكا كميه اللي هي كثيره. صافي نبقى مستمره هكا كنضيف الدقيق حتى تجمع لي العجينه، ونشارك معكم القوام ديالها كيفاش كتكون من بعد. وقبل ما كنكمل الدقيق الخليط ديالي كنضيف هنا واحد راس المعلقه صغير ديال النكهه ديال الكراميل. بالنسبه للبنات في الوصفه هذه في الاساس ماما كدير ساشي واحد ديال الفلون الكراميل، هنا كان ما متوفرش ودرنا هكا راس المعلقه صغير ديال الكراميل. بالنسبه لهاد النكهه هذه ديال الكراميل اش كديرها ماما؟ باش كيعطي واحد اللون زوين لهذا الكعك هذا، يعني ماشي ضروره في المذاق، ضروره في اللون، يعني ما كيبقاش هكا غير اللون ديالو ابيض بالدقيق وصافي، كيعطي واحد اللون اللي هو زوين. صافي نبقى مستمره هكا بالدقيق حتى نجمع الخليط ديالي مزيان. صافي هنا بعد ما جمعت الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا كنحط لك على هاد العجينه هكا، ما كتكونش قاسحه بزاف وما كتكونش مرخوفه، تكون بين وبين. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي خدات لي البنات، خدات لي 2 كيلو نيشان، لان كميه ليا كثيره. من بعد ما خليتها ارتاحت شوي شويه كندوز انا باش غادي نشكل هذا الكعك هذا. هنا كنحتاجوا هذه الماكينه هذه المعروفه ديال الكفته، كنركبوا لها هذا البوق هكا اللي كتشوفوا معايا، راه كاين ديال الحديد كيتباع في المحلات اللي كيبيعوا هذا الشيء اللي خاص بالحلويات. صافي كنشد العبار بصبعي، يعني كنحسس من 4 صبعان حتى لسته هكا، وصافي كنقطع وكنحاول كنحلبلو شي شويه، وكنقفلو هكا في الراس، وكنحطو هكا في اللاطه اللي مدهونه بشويه ديال الزبده او شويه ديال الزيت، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه لنا الكميه ديال 2 كيلو تبارك الله راه كثيره، يعني خاصها العوين. جات خالتي هي اللي غادي تعاوني باش اننا غادي نكملوا هذا الكعك هذا. وبالنسبه اللي ما عندهاش هكا القياس في يديها خاف تجي عندها تجي لي هكا الكعك وحده كبيره على وحده، ممكن تاخذ غير الكاس ديال العنبه وتدور عليه العجينه وكيعطيها نفس القياس في الكعك كامل. Thank you.
صافي هنا بعد ما كملنا كلاطا عمرناها مزيان كنحاول كنشد موس وكنديرو في شويه ديال الدقيق وكنحاول كنشرط مزيان الكعك كيف ما كتشوفوا معايا بطريقه اللي هي مائله. صافي هاد الوقيته هذه كيكون الفران سخون شي شويه كندخلوا ليها اللاطا كطيب يعني طياب عاد ديال الحلوه كنحطوها من الفوق والعافيه لتحت منها حتى كتشد راسها مزيان كتحمر من التحت كنهبطوها لتحت وكنشعلوا ليها من الفوق باش كيتحمر ليها الوجه او كيذهب ليها اللون ديالها. صافي وبقينا مصممين بنفس الطريقه انا وخاتي متعاونين عليها هكا كنصايبوه في اللاطا وماما هي اللي قبلته في الفران باش هكا كملنا بسرعه لان كميه ديال 2 كيلو تبارك الله راه كميه كثيره خاصها العوين زائد ان فيها العجين بعد الخميره الحلويات يعني باش ما يخسرش بالخميره او يطلع فيه الخميره تعاوني عليه بهذه الطريقه هذه وحضرناه في وقت اللي هو واجز. صافي في هذه الوقيته اللي لاطاس درناهم في الفران كيطيبوا ماما كتقبلهم غادي ندوز نشارك معكم الحليوه الثانيه اللي معروفه باسم الباسطاس هي معروفه في هذه المدينه هذه بكثره يعني من زمان معروفه يعني الواحد اللي كانت عنده هكا شي مناسبه كيف ما بغات تكون ضروري خاصو يحضر هذه الحليوه هذه واخا بسيطه البنات كتجي بنينه يعني اللي ما دارهاش بحال ما دارش كاع الحلوه بحال قلتو دابا في القصه ديالنا حنايا الحلويات اللي هي بريستيج بحال داك الشكل. بالنسبه للمكونات كنحتاج 3 الحبات ديال البيض 2 كيسان ديال السكر سنيده بالكاس ديال العنبه 2 كيسان ديال الزيت بنفس الكاس رشه صغيره ديال الملحه الدقيق على حسب الخليط وكاس لاروب ديال عصير البرتقال وجوج ساشيه ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام في مجموع 16 غرام. بالنسبه للطريقه كندير اول حاجه البيض 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ وكنوضع عليهم 2 كيسان ديال السكر سنيده بالكاس ديال العنبه وكنضيف رشه صغيره ديال الملحه ضروريه المليحه هكا في الحلويات ديالنا وكنخلط مزيان بالضراب اليدوي حتى كيندمج ليا البيض مع السكر ممكن تخدموا يديكم ماشي مشكل. من بعد ما كنخلطهم مزيان كنضيف 2 كيسان ديال الزيت نباتيه بالكاس ديال العنبه وكنعاود نخدم مزيان بالضراب اليدوي حتى كتندمج ليا مزيان الزيت مع الخليط ديالي وكيتقال كيرجع بحال شكل كريمه. من بعد ما تخلطت ليا مزيان الزيت كنضيف كاس لاروب ديال عصير البرتقال وكنعاود نخلط هكا بشي شويه هكا بالضراب حتى كيندمج العصير مع الخليط ديالي. واخر حاجه بعد ما كنخلط مزيان المكونات كنضيف الدقيق اللي سبق ليا وغربلته من قبل وكنضيف 2 ساشيه ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام في المجموع 16 غرام وكنحاول كنخدم يدي وكنحاول نخلط مزيان الخليط ديالي حتى كيجمع ليا بالدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو على حسب واش كيشرب اولا لا يعني كيبقى على حسب الخليط. صافي نبقى مستمره بنفس الطريقه وانا كنضيف الدقيق حتى تجمع ليا العجين ونوريكم الشكل ديالو من بعد. صافي هنا بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالها كتكون هكا شويه ما مرخوفاش بزاف ما كتكونش قاصحه اكثر من اللازم يعني غير كتاخذوه كحت شويه بين يديكم كتكوروه كيتكور لكم صافي كتوقفوا الدقيق. دابا غادي ندوز نشكلها معكم ان شاء الله. بالنسبه للطريقه كيفاش كنشكلوا هذه الحلوه هذه كنحتاجوا نفس الماكينه باش خدمنا الكعك في بدايه الفيديو يعني نفسها غير هو الراس او البوق كيكون بدل الاول ديال الكعك كان سامبل هذا كيكون سامبل من التحت ومن الفوق كيكون مسنن. سمحوا لي ما صورتش لكم الراس كي داير ولكن ملي غتشوفوا الشكل ديال الحليوه غادي تفهموني كيفاش كنشرح لكم يعني كيكون هكا مسنن من الفوق ومن التحت ديالو كيكون سامبل. صافي كنوضعوا هكا العجين ديالنا هكا في هذه الماكينه هذه وكتخرج لنا كيف ما كتشوفوا معايا في الراس وكنحاول كنحسب باش يجيو قد قد في العبر كندير بعض الصبعان بيديه صافي وكنحبس كنقطع العجينه وكنحطهم في واحد اللاطه اللي مدهونه بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده وكنبقاو مصاوبين هكا بنفس الطريقه حتى كنكملوا اللاطه كامله. صافي
الفرينه بعد ما كملت اللاطات عمرتهم. الفران كيكون سخون من قبل، كندخل ليهم اللاطات كيكونوا من الفوق العافيه تحت منهم، يعني طياب ديال الحلوه عاديه حتى كيتحمروا من التحت ديالهم وكينشفوا، عاد كنهبطهم كنشعلوا ليهم شويه من الفوق باش يذهب ليهم اللون ديالهم وكنخرجهم. وهذا هو الشكل النهائي للكعك اللي شاركت معكم في بدايات الفيديو. بصراحه البنات كيجي بنين بنين بزاف. كنشكر الام ديالي على المكونات اللي عطاتني. دابا صافي جربته وتعلمت ليه، كنقول دائما غادي نبقى نحضر ان شاء الله. عجبني، بسيط وسهل، مكونات بساطين بزاف ولكن بنين بنين بزاف. اما الحلوه ديال البسطه حتى هي البنات، هذا هو الشكل النهائي بعد ما طابت، هي كتجي البنات رطبه بزاف وكتجي بنينه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم على شلا ويعجبوكم. وبالنسبه للطريقه كيفاش كيحتفظوا بالحلويات، خصوصا الحلويات اللي كتكون هكا رطبه وكيبغيوها تبقى رطبه، كيجمعوها هكا في واحد البواطه كتسد مزيان وكيديروا فيها قشور ديال البرتقال، يعني قشور ديال النافيل او المندرين كيف ما بغاو يكون، وكيحطوا هكا دوك القشيره هكا غير من الفوق، القشره ماشي اللب غير القشره ديال الليمون، وكيسدوا عليها وكتبقى دائما الحلوه رطيبه. هذه بالنسبه كفكره لجميع الحلويات اللي كيبسوا البنات وكتبغيهم يبقاو رطبين، ديروا قشور البرتقال كيخليهم يبقاو رطب. وهكا غادي نكون كملت معكم هذا الفيديو البنات. نتمنى ان شاء الله هذا جوج وصفات يعجبوكم، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه وخليت لكم الراحه.